السلام عليكم يا أهل بلدي يا أهل مصر يا طيبين. هنشوف معاكم أخبار بلدنا، ادعوا معنا تنصلح، قولوا أمين أمين يا رب العالمين. حلقة جديدة من استوديو الأخبار، هنتابع فيها مع حضراتكم أهم الأخبار المصرية والعربية والدولية. واسمحوا لنا نبدأ أخبارنا النهاردة مع حضراتكم من زيارة شيخ الأزهر للفاتيكان. البابا فرانسيس والدكتور أحمد الطيب اتفقوا على عقد مؤتمر عالمي للسلام. بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر أكدوا على ضرورة تنسيق الجهود بين علماء الدين من الجانبين لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر ثقافة الحوار. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كان بدأ النهاردة زيارة للفاتيكان اللي بيعد عاصمة للمسيحيين الكاثوليك في العالم، بعد حالة من الفتور والقطيعة بين الأزهر والفاتيكان امتدت لحوالي 5 سنين على خلفية تصريحات البابا السابق بندكت 16 واللي اعتبرت ساعتها مسيئة للإسلام. طيب، على هذا الخبر وزيارة شيخ الأزهر إلى الفاتيكان بينضم لي عبر الهاتف الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر الشريف. دكتور محمد أهلا وسهلا بك معنا في استوديو الأخبار. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك، قراءتك يا فندم لهذه الزيارة اللي بتعد بالتأكيد تاريخية ما بين شيخ الأزهر اللي بيرأس أكبر مؤسسة دينية للدين الحنيف الوسطي الإسلامي طبعا، وبابا الفاتيكان اللي نقدر نقول ان هو برضو قمة في الدين المسيحي، بيسيطر على حوالي نصف المسيحيين، حوالي 1 مليار مسيحي عبر العالم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لا شك ان الحقيقة مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الذهاب الى روما الى الفاتيكان الحقيقة بتعبر عن قوة الإسلام وثقته بمضمونه ومفهومه رغم القطيعة اللي كانت موجودة. الإمام الأكبر في ذهابه يريد أن يذهب إلى هناك ليبين لهم نحن من طبيعتنا الحوار، طبيعة الإسلام السلام والسماحة والمحبة رغم ما كان من قطيعة. الرسالة الثانية أيضا تحمل في طياتها معنى أن الأديان هي القادرة على مواجهة الإرهاب، أن الأديان تتفق جميعا على مبادئ عليا سامية، هذه المبادئ لا تتجزأ بين دين ودين آخر. في ظل الصراعات العالمية الموجودة، في ظل الكراهية، ثقافة الكراهية، في ظل الإرهاب والعنف الذي يسيطر على الثقافة العالمية حاليا، الأديان هي القادرة على إشاعة ثقافة المحبة والسلام والوئام والتعايش بين الشعوب. مبدأ الميكافيلية في السياسات وفي الإدارة وفي العلاقات الدولية ليس عقيدة مصالح والنفعية، لا، إنما يمكن أن تحل المبادئ محل المصالح. طيب دكتور محمد، من مصلحة الشعوب أيضا أن تلتزم بهذه المبادئ العليا. طيب يا فندم، كان في قطيعة ما بين الأزهر وما بين الفاتيكان على مدار ال5 سنين اللي فاتوا، إيه اللي حرك المياه الراكدة وجعلت شيخ الأزهر يتوجه إلى الفاتيكان الآن؟ هو يعني كان هناك جهود حثيثة من قبل، على كل حال ليس الآن، يعني كان هناك جهود ومساعي لتقريب وجهات النظر، وتمت هذه المساعي، وسفير الفاتيكان جاء إلى الأزهر وبدعوة من البابا فرانسيس للإمام الأكبر، وطبعا هذه الدعوة معناها أن أيضا أن بابا الفاتيكان لابد أنه سيزور أيضا الأزهر ويزور مصر إن شاء الله. فبالتالي هي كانت مساعي أيضا، لأن الأديان لها قيم ومبادئ ولا يمكن أن تظل في قطيعة إذا كان هناك خطأ أو إساءة من جانب أو ما إلى ذلك. فلا شك أن طبيعة الأديان أن لابد من أن تقوم خاصة بين المؤسستين الكبيرتين في الدينين. نعم، الأكبر. نعم، حول العالم، ما بين. نعم، الإسلام وبين المسيحية بالتأكيد. طب كان في. نعم، في السابق قبل ال5 سنين قطيعة، كان في لجان للحوار ما بين الأديان، ما بين الإسلام. نعم، وبين المسيحية. هل هترجع. نعم، هذه اللجان مرة أخرى؟ نعم، الوفد المرافق لفضيلة الإمام كانت مهمته أن
يتفاوض مع الوفد المقابل له في الفاتيكان لوضع الآليات أو تصور الآليات اللي ممكن بها يعيد فعالية أو تفعيل هذه اللجان مرة أخرى. اتفقتوا يا فندم. هل البابا الفاتيكان هيزور الأزهر عن قريب أو قدمتوا له دعوة للزيارة؟ يعني أنا بتصور إن معنى إن دعوة بابا الفاتيكان لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة الفاتيكان وقبول فضيلة الإمام لهذه الدعوة ومبادرته بالذهاب، يعني أنه أيضا يعني يقتضي أن يكون في نفس سياق العلاقات الطيبة أن يدعو فضيلة الإمام بابا الفاتيكان أيضا لزيارة الأزهر وزيارة مصر. طيب، كلا الطرفين عندهم متطرفين، بنرى متطرفين من الجانب المسيحي في إفريقيا زي جيش الرب، وبنرى متطرفين من الجانب الإسلامي زي داعش والنصرة وغيرها وطبعا القاعدة، بنرى من الطرفين بتتفقوا أو الكلام كان على ضرورة تنسيق الجهود بين علماء الدين في الجانبين لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر ثقافة الحوار. هتقدروا ازاي بالتعاون ما بينكم انتوا الاثنين تواجهوا التكفيرين من الجانبين او المتطرفين بالاحرى من الجانبين؟ والله التكفير في الحقيقه والتكفيرين من الجانبين او من اي جانب هو نتاج وافراز لثقافه عالميه بتسيطر. الحقيقه العقليه الحديثه يعني مصابه بضيق الافق وبالكراهيه وبالتعالي وبالانانيه، يجب أن نعترف بذلك. هذه الجماعات لم تخرج من فراغ وإنما هناك أرضية نبتت منها سياسة التعالي والمصالح وتغليب المصالح والنفعية أدت إلى إفرازات كثيرة، وأسباب الإرهاب كما بيانتها الأمم المتحدة في اللجان التي أنشأتها منذ السبعينات هناك أسباب تحتية عميقة للإرهاب وبواعث كثيرة. نحن ننظر إلى الظاهرة فقط ونترك الأسباب الحقيقية. إذن التغيير يجب أن يكون تغيير الفكر الثقافة لكي تكون ثقافة المحبة والتعايش والوئام، ليس ثقافة المصالح والنفعية والتسلط والتعالي. أنا أتصور أن أيضا يجب التمييز بين الإسلام كما يجب التمييز بين المسيحية، لكن يجب التمييز بين الإسلام وبين بعض المنتمين إليه ممن صوروا الإسلام بهذه الصورة القبيحة المشوهة من الذبح والقتل والدماء والأشلاء، وأن هناك دوائر معينة في الغرب وفي الإعلام الغربي تعمل على إظهار الإسلام بهذه الصورة المشوهة الشائعة اللي هي بنسميها الإسلاموفوبيا، كراهية الإسلام والخوف منه، فيجب التمييز بين الإسلام وبين بعض. علشان كده دوركم مهم جدا في التعريف بالصورة الصحيحة للإسلام بالتأكيد من خلال هذه الزيارات المتبادلة الدكتور محمد. أعتقد أيضا أن الفاتيكان قادر على التأثير في النخب الثقافية والفكرية والإعلامية في الغرب بالتأكيد لإظهار هذا التمييز أيضا، وأن من مصلحة العالم أن يبرز الأديان على حقيقتها ولا يقف أمام الصور الشوهاء للمنحرفين في الأديان. دكتور محمد مهنا مساعد أو مستشار شيخ الأزهر، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كمان بينضم لي على هذه القصة من روما الأستاذ سامي سالم، إمام مسجد روما السابق وإمام مسجد الفتح بروما حاليا. أستاذ سامي، بداية أهلا بك معنا في استوديو الأخبار. أستاذ سامي، ألو. ايوه فندم، اهلا وسهلا بيك معنا في استوديو الاخبار. اهلا وسهلا. الصوت واطي بس يا ريت تعال حضرتك. الصوت كده كويس يا فندم. في البدايه برحب بحضرتك بكل تاكيد. وشيخ سامي، يعني انت كنت اماما لمسجد روما وهو بيعد اكبر مسجد في اوروبا للمسلمين بالتاكيد، يعني كيف ترى هذه الزياره من نقدر نقول امام الازهر او شيخ الازهر اللي بيعد رئيسا لاكبر مؤسسه للدين الاسلامي عبر العالم الى ايضا رئيس اكبر طائفه مسيحيه عبر العالم وهو الفاتيكان؟ بدايه برحب بيك وبرحب بجميع الساده المشاهدين والمستمعين. اهلا بيك. انا يعني عايز اوضح لحضرتك ان بالنسبه
بداية من ناحية الفاتيكان ومن ناحية بابا الفاتيكان التأثير واضح ومباشر سواء على المستوى الثقافي أو على المستوى السياسي. طبعا. وده ظهر طبعا يعني في من بداية الأزمة اللي كانت حصلت في سنة 2006 وكنت واضع إمام مسجد روما من البابا بنديكت السادس عشر. لما دعاني والتقينا على هذا الإطار طلبت منه قلت له يعني أنتم يعني أفسدتم الجو العام على المسلمين سواء في أوروبا أو في خارج أوروبا فمن أجل أن يحدث هناك نوع من التفاوض والحوار فلابد يعني عندنا قاعدة من أفسد شيئا فعليه إصلاحه فعليكم أن تتحركوا من أجل أن تصلحوا ما أفسدتموه من خلال المحاضرة اللي ألقوها اللي ألقاها وقتها البابا بنديكت السادس عشر في ألمانيا. حقيقة بعد هذا الجو حصل فعلا نوع من التعاون ونوع من العمل الدؤوب على المستوى الإعلامي وحصل ظهور لينا وبشكل حتى بالنسبة لي شخصيا حصل وجود مكثف جدا بالنسبة لوسائل الإعلام فكان له تأثير كبير جدا على أن الجو تغير والحالة اتغيرت. فتخيل الآن أن زيارة شيخ الأزهر وهذه العلاقة المباشرة ما بين شيخ الأزهر وبين بابا الفاتيكان طبعا ده أكيد هيكون له يعني تداعيات يعني تحفز وتحبذ وترغب في مسألة السلام والود والتآلف بين المجتمعات. شيخ سامي من تواجدك في روما وبالقرب طبعا من الفاتيكان هل البابا الجديد يعني بيتفهم آرائكم؟ حقيقة احنا في برغم اننا يعني دعيت من قبل البابا بنديكت السابع عشر الا ان البابا فرانشيسكو والتقيت به طبعا في فترة قليلة ماضية عنده امكانية عالية جدا للتفهم شخصية متفهمة جدا وشخصية عالية جدا وشخصية راقية جدا واعتقد انه لو لم يمتلك هذه المقومات ما كان يعني هيئ المجال وما عمل الدعوة لفضيلة الشيخ الأزهر حتى يحقق هذا التعاون فهو شخصية مميزة جدا شخصية دؤوبة شخصية عاملة حتى بتقدم أمور وإن كنت أنا أعلم أن بعض الجهات من الجهات المسيحة ترفض بعض من توجهاته لأنه هو إنسان يميل إلى التسامح بدرجة كبيرة جدا يميل إلى التعاون يميل إلى العطاء فبصراحة هو المتشددين بالتأكيد هيرفضوا ده طبيعي يتحقق من خلالها التوائم والتوافق بين أكبر مؤسستين دينيتين على وجه الأرض. طب غير الشكل الدبلوماسي اللي هيخرج منه لقاء شيخ الأزهر ببابا الفاتيكان إيه اللي على أرض الواقع ممكن يساعد في تحسين صورة الإسلام في الخارج؟ شوف أنا أقول لحضرتك على حاجة إحنا بداية الأزمات لما بتحصل لنا أقل بالنسبة على مستوى الجالية يعني زي ما هو معلوم إن من البيان لا سحرة يعني الكلام زي ما نقوله عندنا كده بالعامية المصرية قدر الدم على الودان أمر من السحر يعني زي ما بتحدث أحداث كانت بتحدث أحداث زي ما حدث أحداث باريس وأحداث بروكسل وما شابه فبدأت ارتفعت موجة العداء وموجة الاتهام أمر طبيعي الإسلام طبعا من عربي حتى على وجه العموم فتخيل الآن إن الحديث يتغير إلى العكس يتغير إلى النقيض يتغير إلى إمكانية مباشرة أو توجه من القمة الإسلامية إلى القمة المسيحية فطبعا ده بيغير طبيعة اللهجة وبيغير طبيعة الحوار ويتغير ويتحول الحوار بدلا من إن هو حوار أو رسالة اتهام لا تتحول إلى شيخ سامي هذا ما نتمناه إن شاء الله في الفترة اللي جاية. الشيخ سامي سالم إمام مسجد روما السابق وإمام مسجد الفتح حاليا في روما بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. طيب من زيارة شيخ الأزهر للفاتيكان روح للبرلمان لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري طبعا برئاسة اللواء كمال عامر وافقت على مشروع قانون بتعديل نظام الخدمة والترقي للقوات المسلحة ده كان بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية. كمان اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من عضو اللجنة النائب رضا البلتاجي وخمسين عضو تانيين بينص على منح المجندين اللي بيؤدوا الخدمة في المناطق الحدودية هيتم منحهم قطعة من الأرض بعد إنهاء الخدمة ده علشان إعادة دراسة المشروع من جديد.
بالتأكيد هذا الأمر يعني بيحتاج لكلام كتير ودراسات. يعني أي جندي مصري هم ولادنا وإخواتنا في الأول وفي الآخر، بس أي حد يكون بيخدم في المناطق الحدودية يعطى قطعة أرض، طب ما هو ممكن ما يقعدش فيها. يعني تدرسوا الأول مين اللي يحتاج ومين اللي ما يحتاجش، ممكن يباعها على طول. يعني ما هو في مصريين تانيين بيخدموا في المنطقة المركزية العسكرية في القاهرة، هل هيحرموا من ده؟ يعني تأكيد لازم يكون في يعني اسلوب اخر لمنح الاراضي اللي موجودة في المناطق الحدودية للي هيستفيد وهيفيد البلد بكل تأكيد. كل التحية طبعا لكل جنودنا اللي بيشرفونا وبيدافعوا عننا في المناطق الحدودية. طيب برضو في مجلس النواب، النائب احمد طنطاوي عضو مجلس النواب وتكتل 25-30 قال تعقيبا على البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قال ان التكتل هيقدم مقترحات لمعالجة تقليص الدعم اللي بتتجه ليه الحكومة، وانه في حال الاصرار على رفع الدعم بالطريقة دي هيرفض التكتل الموافقة على الموازنة. طنطاوي قال كمان ان رفع الدعم هيزيد الضرر بالطبقة الوسطى واللي هتتعرض مع الاجراءات دي لضغوط مالية جديدة، وان الضغوط دي على الطبقة الوسطى والفقيرة بيقابلها دعم لكبار المصنعين بدون تخفيض منهم لاسعار منتجاتهم، ده طبعا على حد قولي. طيب بينضم لي يا سيد النائب احمد طنطاوي عضو مجلس النواب وتكتل 25-30، اهلا بك يا سيد النائب، مشرفني بكل تأكيد. اهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهديك المحترمين. اهلا وسهلا بك يا فندم. يعني شفت منين يا فندم وهل في معلومات اكيده بان الحكومه هتلغي الدعم وبالتالي هتضر بالطبقه الوسطى؟ لا يعني المعلومات دي مش اسرار، هي اولا يعني اتضحت في اطار برنامج عمل الحكومه اللي سبق انه يعني قبل من الاغلبيه كبرنامج وكتشكيله لتنفيذ هذا البرنامج عند التصويت على برنامج الحكومه. تمام. والان احنا قدام الترجمه العمليه السنويه لهذا البرنامج، ودي المساله الاهم والادق، لان هي اللي هترجم السياسات لارقام. الحكومه هتعمل موازنتها ازاي، بمعنى انها هتجيب فلوسها منين وهتصرفها فين. وانا رايي انه الاطار العام المفترض ان الحكومه كانت تشتغل على اساسه انه كل مواطن مصري يساهم في هذه الموازنه العامه بقدر ما يستطيع ويحصل منها على ما يستحق. ده محتاج ايه؟ ده محتاج برامج للعداله الاجتماعيه مش للحمايه الاجتماعيه. يعني الحكومه ما ينفعش انها تاخد سياسات تدفع باتجاه إضافة مزيد من الشرائح المصريين ناحية الفقر، وبعدين نعمل لهم برامج للحماية من نوعية تكافل وكرامة. بمعنى إنه إيه؟ إنه دي المفروض كانت تبقى سياسة عامة أشوفها في البنود العامة للموازنة المتعلقة بالإيرادات والمتعلقة بالنفقات. لما أجي أعظم الإيرادات أخذ من اللي يقدر يدفع، ولما أجي أوجه النفقات أوديها للي يستحق، زي ما عملنا في برنامج العمل. دخلنا في اللجنه واقترحنا بدائل، ولما وصلنا لنتيجه نهائيه بان رؤيتنا ما هياش المقبوله من قبل الحكومه، اضطرينا اضطرارا الى رفض برنامج العمل. طيب الان احنا عند نقطه، يعني في الفترة اللي فاتت احنا اللي كنا او اللي كان بيصل لنا كإعلام هو طبعا من المسؤولين الحكوميين طبعا ومن بيان الحكومة واللي طبعا انتوا ناقشتوه، كان بيصل لنا يعني هو ترشيد للدعم، ذهاب الدعم الى مستحقيه مش اخذ الدعم من مستحقيه زي ما حضرتك بتقول. ده يفرض سؤال منطقي جدا. طبعا. ترشيد الدعم ووصوله الى مستحقيه من ضمن اجراءاته ان انا اوجه دعم في المتوسط، هو تقريبا هيبقى اكتر من ده لو حبينا نقيس الرقم بشكل دقيق، 1,300,000,000 في صورة دعم طاقة لكبار مصنعي الحديد، وبعده مباشرة تزيد اسعار الحديد في السوق، ولا ان الدولة تتكفل بانها تحصل على المنتجات من المزارع البسيط بسعر عادل. لو احنا بنتكلم بقى يعني في اجراءات محدده وعمليه ما الاثنين يا فندم، ما الاثنين يعني الدوله مثلا بالنسبه للقمح بتاخد السعر او بتاخد القمح من الفلاح البسيط بسعر اعلى من العالمي، فكده بتدعمه. من ناحيه ثانيه بالنسبه للمصانع، انا عايز اقول لحضرتك اتفضل. ليه طالما انت عايز تاخد مثال عملي ونطبق عليه، ليه سعر القمح في مصر اغلى من السعر العالمي؟ تفتكر لانه الفلاح المصري ما هوش اشطر من الفلاح الامريكي ولا الكندي؟ بالتاكيد لا، لانه الحكومه في هذه الدول
بتدعم الفلاح من البداية في صورة مستلزمات الإنتاج، التقاوي والكيماوي والإرشاد الزراعي والمعدات اللي ممكن يحتاجها أو يلجأ إليها في الزراعة، كل ده بيروح للفلاح مدعوم، فده بيساعده إنه يقدم منتج. وإحنا ما عندناش دعم من البداية؟ لا، إحنا الدعم اللي عندنا إذا خدناها أرقام قليل جدا كرقم وكنسبة، لو تقارن حتى بأعطى الرأسماليات في إطار دعم الفلاح، وده حاجة متعارف عليها إنه حتى لما تقعد الدول دي تتكلم في تحرير التجارة وفي اتفاقيات التجارة دايما بيبقى مسألة دعم الفلاح دي استثناء أعطى الرأسماليات بتتمسك بيه. بس في الأول وفي الآخر أنت مع ترشيد الاستهلاك أو الإنفاق وذهاب الدعم إلى مستحقه بالفعل، مش دعم لكل الناس بالشكل المتعارف عليه حاليا. بالتأكيد. طيب يبقى احنا متفقين. ولهذا السبب بالتأكيد ولهذا السبب أنا بقول إنه الحكومة محتاجة تنظر نظرة صحيحة لمين هو المستحق. يعني ما ينفعش أتكلم عن ترشيد النفقات وأنا بشتري سيارات جديدة للوزارات والهيئات. هننتظر بالتأكيد دوركم وصوتكم العالي في الجزئية دي. السيد النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب وتكتل 25-30، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كمان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال التقى النهاردة بوفد جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية. في اللقاء ده قدم أعضاء الوفد التعازي لأسر ضحايا الطيارة المصرية اللي سقطت في البحر المتوسط، وأكدوا أن التعاون بين البلدين هيكشف ملابسات الحادث. الوفد وجه دعوة من رئيس البرلمان الفرنسي إلى رئيس مجلس النواب المصري لزيارة فرنسا. أما عبد العال فقال أن البرلمان المصري بيقوم بوضع التشريعات والقوانين اللي بتعمل على مكافحة الإرهاب وحماية الحريات الفردية. طيب نروح لخبر محترم من سيناء. العميد محمد سمير المتحدث العسكري صرح انه في اطار استمرار جهود القوات المسلحة في اعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الارهابية واستكمال مراحل العملية العسكرية الشاملة حق الشهيد، فقوات الجيش الثالث الميداني اتمكنت الحمد لله من تنفيذ عدد من المداهمات لمناطق تجمع العناصر الارهابية في وسط سيناء وجبل الحلال. المداهمات دي أسفرت عن القضاء على 13 فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، نتيجة طبعا لتبادل إطلاق النيران مع القوات. تم ضبط وتدمير 30 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف جنودنا. المتحدث العسكري قال كمان أن القوات نجحت في ضبط 145 لغم وضبط مخزن للمتفجرات، وكمان ضبط 75 اسطوانة حديدية مجهزة بشظايا من حديد التسليح كانوا بيستخدموها في تصنيع العبوات النسفة. طيب على هذا الخبر الجيد اللي بقول لحضراتكم عليه او الجميل بينضم لي السيد اللواء دكتور ناصر سالم استاذ العلوم الاستراتيجية. سيادة اللواء اهلا وسهلا بيك، مشرفنا في استوديو الاخبار. سيادة اللواء. ايوه اهلا بيك يا فندم معانا في استوديو الاخبار. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شايف ازاي الخبر الجميل اللي قاله النهارده المتحدث العسكري وضبط الكميات الرهيبه من المتفجرات وطبعا مقتل 13 من العناصر شديده الخطوره من التكفيريين في سيناء؟ طبعا يعني عمليه حق الشهيد اللي مستمره، وقلنا ان هذه العمليه سقفها الزمني هو تمام تنظيف سيناء من كل الارهابيين. فاللي بيحصل او اللي حصل النهارده هو في اطار تنفيذ هذه العمليه، لان القوات بتشتغل باستمرار بمبادئه منها وليس برد الفعل. منطقه جبل الحلال القوات واضح ان نتيجه الضغط الكبير من عناصر انفاذ القانون في منطقه رفح والشيخ زويد لجأت هذه العناصر الى الجنوب قليلا عند جبل الحلال، وبدأت فعلا بتجهز هذه العبوات سواء كانت الغام بتجهزها. يعني كل ده بيتعامل في تصنيع محلي هم بيعملوه، يعني الناس دي الدليل على ان في ارهابيين. ما كان في اشوله كمان نترات ومواد كيماويه بتستخدم في عمل العبوات. بالظبط، يعني هم بيجيبوا هذه المواد بيصنعوا هم نفس المتفجرات او المفرقعات دي، ثم العبوات اللي هم بيجهزوها سواء كانت الغام، يعني عنده وقت الفارغه اهوت العبوه بيحطها بيملاها بالتي ان تي، ايضا حديد التسليح اللي واضح في الصوره اللي بيقطعه ويعملوا عباره عن شظايا لما بتتحط جوه العبوه، البراميل البلاستيك دي اللي بيجهزها كعبوات ممكن تتحط على اجناب الطريق وينسف. يعني دي مجموعه ارهابيه على اعلى درجه من التقنيه والفن في اعداد هذا المستوى من
المتفجرات. يعني عايز اقول ان ابنائنا من المهندسين العسكريين في معركة ذكاء ومعركة يعني احنا مش حاسين بيها عشان يتتبعوا الناس دي مش مهندسين بس من الاول خالص يعني معركة معلوماتية من الاول وبعد كده معركة من القوات يعني وفي من الناحية يعني ده لا تتخيل بيجهزوا شراك خداعية لأي قوات تدخل تقترب من دي ممكن طبعا تنفجر فيها وتشيلها. والناس دي بتدخل بنقول بشجاعة منقطعة وفدائية وبنفس الوقت من منتهى التقنية ومنتهى الفن يتعاملوا مع بالتأكيد يا سيادة اللواء يعني كل التحية لقواتنا اللي موجودين حاليا واللي بيدافعوا عننا في سيناء. السيد اللواء دكتور ناصر السالم أستاذ العلوم الاستراتيجية جزيل الشكر يا فندم. نروح لحال الأدوية في مصر أو في السوق المصري. مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان أكد وجود نقص حاد بيوصل لحد الاختفاء في الأدوية المتعلقة بمشتقات الدم والأمراض النفسية والعصبية. المعلومات المتوفرة في القصة دي قالت إن الصيدليات الخاصة بتختفي فيها الأدوية الخاصة بمشتقات الدم زي فاكتور 9 والأنتي آر إتش والأميونو جلوبيولين والألبومين الخاص بعلاج مرضى الكبد. كمان بيختفي في الأسواق الأدوية المتعلقة بعلاج الأمراض النفسية والعصبية زي أمبولات كلوبيكسول وفلونوكسول. وإن عدم حصول المريض المصري على الأدوية دي بيصيبه بالاكتئاب وبيجعله ينتحر. المصادر قالت كمان إن السبب الحقيقي وراء نقص بعض المستحضرات في السوق المصري هو عدم توافر العملة الصعبة. طيب على هذا الخبر بتنضم لي الدكتورة هالة عدلي حسين رئيس الشركة المصرية لخدمات نقل الدم. دكتورة هالة أهلا وسهلا بيكي مشرفانا في استوديو الأخبار. أهلا وسهلا يا فندم. شايفة إزاي المعلومات الواردة لينا بخصوص نقص هذه أو عدم توافر هذه الأدوية اللي بالتأكيد يعني نتائجها شديدة على المريض المصري من السوق المصري؟ ممكن معلش عشان أنا مش متابعة البرنامج أنا بس بره أعرف المشكلة نفسها أو الوارد لحضرتك إيه بالظبط؟ عدم توافر مصادر طبعا في وزارة الصحة بتتكلم على عدم توافر أو اختفاء بعض الأدوية المتعلقة بمشتقات الدم زي فاكتور 9 والأنتي آر إتش والألبيومين وفي كلوبيكسول وفلونوكسول مثلا يعني أنا وإن دي بتسبب للمرضى دول إن هم ممكن يقدموا على الانتحار. أنا هقول لحضرتك لا هو طبعا الموضوع مش عملية انتحار ولا حاجة هو الموضوع إن في نقص عالمي في هذه المستحضرات عالمي مش نقص عندنا بس فحضرتك كذا عامل دخلوا على بعض ان احنا الحاجات دي كلها بتيجي استيراد من الخارج مفيش فيها صناعة محلية وعشان كده احنا مقدمين مشروع لصناعة هذه الأدوية جوه جمهورية مصر العربية ومشكورا الرئيس قام بتكليف الجيش انه يتعاون معانا لانه مشروع قومي يخص مصر كلها وده بندرسه لانه هتيجي شركات عالمية تعمل المصانع ده حاجة على اللونج ران او المدى البعيد. تمام الحمد لله ان شاء الله خلاص خدنا موافقات من الرئيس ومن الكلام ان احنا لازم مشروع اصله ده المدى البعيد المدى القصير بقى اللي حاسس المرضى حاليا المدى القصير بقى حضرتك ان احنا للاسف الحاجات دي كلها بنعتمد على استيرادها من الخارج داخل فيها عوامل كتير النقص العالمي عدم توفير سعر الدولار الاسعار الحاجات دي غليت جدا بره لان حياتك سعر الدولار شوف حياتك ارتفع في وقت قليل قد ايه فبالتالي السعر بقى اكبر من التسعيرة الجبرية اللي موجودة حاليا فدي بيقوم بتعديلها يعني في طب انت قلت يا فندم ان اثارها مش بتؤدي للانتحار مال بتؤدي لايه عدم التوافق او عدم اخدها اثر حضرتك من الانتحار دي كلها اسمها ادوية منقذة للحياة يعني لو هنمسك دواء الألبومين ده داخل في علاج مرضى الفيروس سي والفشل الكلوي والناس اللي بتتعالج من السرطان الار اتش دي حقنة لازم تاخدها السيدة اللي عندها مشكلة في الولادة في ظرف 72 ساعة من الولادة وإلا الطفل اللي بعد كده يطلع مشوه يموت في بطنه حقن حضرتك الاي بي اي جي اللي هي حقن المناعة دي حضرتك لنقص لمرض نقص المناعة الموضوع مش ده كل مستحضر من دول اخطر من التاني فاكتور 8 مش فاكتور 9 هو اللي ناقص فاكتور 8 ده بيتعالج بيه مرضى اللي عندهم مرضى نقص في جين التجلط فبينزفوا بطريقة مستمرة لكن ده الى حد ما بنعوضه بمستحضر اسمه الكرايو بيتاخد من الدم او من البلازما
لكن المستحضرات دي اهميتها طبعا عدم وجودها خطير جدا. واعتقد ان في لجنه طارئه. ايوه انا عايز الحل. انا عايز الحل السريع حاليا. الحل سريعا حاليا دلوقتي في شحنه دخلت من الار اتش موجوده في التحليل هيفرج عنها في خلال 48 ساعه ان شاء الله. ان شاء الله دخلت فعلا كميه نحاول نغطي بيها اللي موجود النقص في السوق. الفاكتور 8 والفاكتور 9 احنا بنوفر دلوقتي مخاطبين البنك المركزي انه يحاول يوفر دولار عشان ندخل فيه شحنات بره جاهزه للدخول. ففي الاسبوع الجاي ده ان شاء الله هيبقى فيه حلول والخاصه بالامراض النفسيه والعصبيه زي كلوبيكسول وفلونوكسول. لا انا النفسيه والعصبيه الحقيقه مش تبعي، انا تبعي اي حاجه مشتقات دم. الجلوبيولين. فبالنسبه للمشتقات الدم دي في حلول سريعه ليها، في 15,000 حقنه دخلوا دلوقتي في الافراج، يعني هيتحللوا ويفرج عنهم في خلال يومين. يا مسهل. ده عشان الار اتش. في جزء تاني جايب من الالبومين، في كميه موجوده بدات تتوزع، يعني ان شاء الله في حلول عاجله خلال الاسبوعين الجايين. الاسبوعين الجايين دول ان شاء الله الدنيا تحل، بس ده حل مؤقت. جزيل الشكر على هذا حل. يعني السعاده المؤقته برضو اللي احنا عشان نحل بس مؤقته وبعد كده نحلها بالنسبه للار اتش خلال يومين يكون في السوق. جزيل الشكر الدكتوره هالة عدلي رئيس الشركه المصريه لخدمات نقل الدم. نفضل برضو مع وزارة الصحة واستعدادا لشهر رمضان، كل عام وحضراتكم بخير. وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خطة لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات هيتم من خلالها تكثيف نشاط الجانب الوقائي وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية، وكمان سحب عينات من المعروض من كل المعروض في السوق من الأغذية والمتعلق بالشهر الكريم. كمان هيتم تكثيف التفتيش على المطاعم وبالأخص اللي بتقدم وجبات الإفطار الجماعي والتأكد من أنها بتستوفي الاشتراطات الصحية. كمان تكثيف المرور على الأسواق العامة وأماكن الباعة الجائلين، ده غير رفع درجة الاستعدادات في جميع المستشفيات العامة والمركزية، وكمان التأكد من توافر الأطقم الطبية. نروح للسكة الحديد. هيئة السكة الحديد استأنفت تشغيل القطارات الفي اي بي الجديدة ودفعت بقطارين جداد من القاهرة لأسوان، وده بعد توقف مؤقت لمدة أسابيع بسبب حالة من الضيق الشديد كانت أصابت الركاب بسبب ارتفاع أسعار التذاكر. هيئة السكة الحديد في بيان ليها قالت إنها هتشغل القطرين يوم الخميس اللي جاي، وهيقوم القطر الجديد من القاهرة الساعة 10 صباحا وهيعود التاني من أسوان الساعة 10 صباحا في اليوم التالي. جزيل الشكر لهيئة السكة الحديد على القطرين الجداد الفي اي بي، ولكن بنتمنى برضو من هيئة السكة الحديد الاهتمام اكتر ب يعني اهالينا من محدود الدخل، ونظرة للرصيف الخاص بالصعيد ساعة قيام اي قطر من الدرجات المميزة، هيشوفوا اللحم اللي على بعضه التكدس الكبير في القطورات دي، فيارب برضو يزودوا. ده جهد مشكور ونتمنى جهد مشكور من الناحية التانية. نروح لأوتوبيسات أو لخبر بيبعث برضو على التفاؤل. ده مش أوتوبيسات، ده شنغهاي في الصين. مصر فازت الحمد لله بجائزة المقصد السياحي الأكثر شهرة خلال مشاركتها في المعرض العالمي للسفر 2016 واللي اختتم أعماله امبارح. الجائزة استلمتها أو استلمها مستشار مصر السياحي في الصين الدكتور أبو المعاطي شعراوي. الدكتور أبو المعاطي أعرب عن سعادته بالتكريم ده لمصر في المعرض اللي بيشارك فيه كل سنة أكبر العارضين العالميين في مجال السياحة والسفر. قال كمان إن المعرض شارك فيه أكثر من 450 من العارضين من مختلف أنحاء العالم، وكان فرصة للالتقاء بين شركات السياحة ومنظمي الرحلات في الصين والدول المجاورة للترويج لأحدث برامج الرحلات. طيب بينضم لي عبر الهاتف الاستاذ سامي محمود رئيس هيئه تنشيط السياحه. استاذ سامي اهلا وسهلا بيك معنا في استوديو الاخبار. اهلا بيك ومساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. مساء النور يا فندم، خبر رائع للغايه بالنسبه لتنشيط السياحه في معرض شنغهاي في الصين. بالتاكيد خبر سعيد في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها في الوقت الراهن، وخاصه ان السوق الصيني بيعتبر واحد من الاسواق الهامه والواعده بالنسبه للسياحه المصريه. العام الماضي السوق الصيني ارسل لمصر حوالي 63,000، هذا العام تجاوز ال 100 عام 2014 انا اسف كان 63,000 في عام نهايه 2015 تجاوز ارسل لمصر حوالي 115,000 سائح، اي بزياده
تفوق 48%. هي زياده جميله، ولكن بالنسبه لعدد سكان الصين نتمنى زياده اكتر واكتر. بالتاكيد، لان هو انا بتكلم على الجزء اللي بياتي الى منطقه الشرق الاوسط. حضرتك بيخرج من الصين فعلا اعداد سياحه كبيره جدا بتقترب من 70 الى 80 مليون سائح، لكن 85 مليون سائح بيذهبوا الدول القريبه من الصين وعلى راسها هونغ كونغ وماكاو وماليزيا وسنغافوره، لكن اللي بياتي الى منطقه الشرق الاوسط لا يتجاوز 1.5%. مقصد الرئيسي للصينيين في منطقة الشرق الأوسط. الحمد لله في خلال الأربع شهور الأولى من عام 2016 هناك زيادة تفوق 32% مقارنة مع العام الماضي. احنا متوقعين إن شاء الله بنهاية هذا العام إن احنا نجيب من 180 إلى 200 ألف سائح صيني. ده نتيجة سببين مهمين. السبب الأول هو العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة اللي بتربط مصر بالصين في الوقت الراهن، والزيارات الناجحه اللي قام بها الرئيس السيسي للصين. طيب استاذ سامي، السبب الثاني وهو وجود طاقه طيران ناقله من خلال الطيران العارض او الطيران الشارتر اللي بيذهب مباشره الى الاقصر او الى الغردقه. طيب جميل جدا استاذ سامي، عندك خبرين حلوين جدا في شهرين او في شهر واحد الحمد لله. اول حاجه احنا بنتكلم على شنغهاي، على المعرض اللي احتلينا فيه الحمد لله المرتبه الاولى، وتاني حاجه اختيار الاقصر كمدينه للسياحه العالميه في السنه دي الحمد لله 2016. تقدر تسوق للكلام ده ازاي كرئيس لهيئه تنشيط السياحه؟ حضرتك احنا متعاقدين مع شركه علاقات عامه وشركه للدعايه بتتلقى هذه الاخبار وبنعمل لها ترويج مهم جدا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، ودي بتوصل لاكبر عدد ممكن من الناس فبتعمل اخبار سلبيه. احنا في مصر بينشر كثيرا جدا من الاخبار السلبيه، لازم نواجه هذا بنشر اخبار ايجابيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الميديا سواء الميديا المرئيه او المقروءه. الحاجه الثانيه ان احنا بصدد استخدام الأنشطة الترويجية للتسويق للأقصر كعاصمة للسياحة العالمية. إمتى نرجع مرة ثانية يا فندم نسوق للأقصر عن طريق مثلا حاجة زي اللي كان موجودة في الألفينات، في بداية الألفينات، أوبرا عايدة، الأمور اللي كانت بتحصل في ما بين المعابد؟ سليم، فعلا احنا بنجهز لمجموعة من الأحداث الفنية والثقافية سواء في الأقصر أو في بعض المدن السياحية الأخرى، ده الوسيلة الجاهزة لأنك أنت بتحسن صورة مصر في الخارج. حضرتك بتعلم إن كان في بالأمس مطرب إنجليزي معروف جدا أنجل بيرد عمل احتفالية ضخمة جدا، كان في الفنانة ماجدة الرومي في الهرم، في المطرب الإيرلندي جاي يعمل احتفالية في الهرم يوم 26، في أكبر عرض لسيرك كندي هيبقى في شهر أغسطس، في مجموعة من الأحداث الفنية والثقافية والرياضية احنا بنرعاها. نتمنى لكم كل التوفيق في الفترة اللي جاية، لأن بالتأكيد حال السياحة في مصر بيحتاج المزيد من هذه الجهود. كل التحية لحضراتكم الأستاذ سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، شكرا جزيلا يا فندم. طيب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد على حرص الحكومة وعزمها على توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة من خلال المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، خاصة طبعا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. ده جه خلال لقاء رئيس الوزراء النهاردة باللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. اللقاء ده تم في استعراض عدد من التقارير الخاصة بمتابعة أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية في الأسواق بشكل يومي. طيب نروح للتموين واستعدادها برضو لشهر رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بدأوا في طرح عرض ال 15 جنيه، وهو عبارة عن عبوات من يميش رمضان فيها فول سوداني مقشر وزبيب وجوز هند وبندق وفستق وعين جمل وقمر الدين وكركديه وتين مجفف وأراسيا ومخللات وغيرها، كل ده ب 15 جنيه للعبوة الواحدة. الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد إن عرض ال 15 جنيه هيتم طرحه على سلع نقاط الخبز وفي السيارات المتنقلة وفي المعارض السلعية بمبادرة أهلا رمضان اللي هتتعمل في كل المحافظات.
قال كمان ان يميش رمضان اللي هيتم طرحه في عرض ال 15 جنيه من اجود الانواع، والهدف منه توفير كل انواع اليميش بكميات معينه لكل الاسر المصريه وبالاخص من محدود الدخل. طيب دي حاجة كويسة علشان يعني أسعار اليميش اللي كانت بتبقى غالية على أهالينا اللي مش قادرين إن هم يشتروه تكون متوفرة ب 15 جنيه. هنتابع بالتأكيد مع حضراتكم ومع وزارة التموين تنفيذها على أرض الواقع إن شاء الله في اليومين اللي جايين. نروح لأخبار الإسكان. الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أكد مد فترة سحب كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد لغاية يوم 31 من مايو الجاري، بسبب طبعا الإقبال المستمر على شراء كراسات الشروط، وكمان لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات اللي طرحتها الوزارة واللي هتزيد على 500 ألف وحدة سكنية في كل محافظات الجمهورية. طيب نروح للقوى العاملة. وزير القوى العاملة محمد سعفان أعلن توفير 18,720 فرصة عمل، هيشارك في 68 شركة ومصنع في القاهرة. قال ده في ملتقى التوظيف الأول اللي عقد النهاردة. وزير القوى العاملة دعا كل الباحثين عن فرصة عمل في القاهرة طبعا وحواليها انهم يتوجهوا النهاردة من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 4 مساء، طبعا الوقت عدى ممكن يروحوا بكرة لان الفرصة دي لمدة يومين، في مركز شباب الساحل لحضور ملتقى التوظيف الاول اللي بتنظمه مديرية القوى العاملة في القاهرة لمدة يومين زي ما قلت لحضراتكم. سعفان قال ان الملتقى بيوفر فرص عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية الطبية والهندسية والفندقية والالكترونية والاتصالات والمحاسبة والصناعية والتسويق والنسيج والملابس الجاهزة والأعمال الفنية والحرفية وفي مجال الأمن والحراسة كمان وفي أماكن أو في قطاعات تانية. قال كمان أن فرص العمل دي هتتوفر في 7 مناطق في القاهرة، هي مصر الجديدة والنزهة ومدينة بدر والمعادي ومدينة نصر والبساتين ودار السلام وعابدين. نروح لأخبار الكهرباء. المهندس الحسيني الفار نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر كشف انه جاري الانتهاء من اطلاق البرنامج الموحد لشحن العدادات الكودية اللي هيتم تركيبها في المناطق العشوائية، وده علشان التيسير على حضراتكم المواطنين في طرق الشحن. الفار اوضح ان العداد الكودي مبرمج على عدم فصل التيار في حالة نفاذ الرصيد ايام العطلات الرسمية والاعياد، كويس جدا، بالإضافة لعدم الفصل بعد الساعة 5 مساء ولغاية تاني يوم الصبح علشان يقدر المستهلك من شحن رصيد العداد من أقرب فرع لشركة الكهرباء. السيد الفار قال كمان إن كروت شحن العداد الكودي هتكون متعددة الفئات، هتبدأ من 20 جنيه ومفيش حد أقصى ليها حسب رغبة المستهلك، ورصيد العداد مش هيخلص إلا بالاستهلاك لأنه ملوش مدة للصلاحية. طيب على هذا الخبر بينضم لي الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة. دكتور محمد اهلا وسهلا بيك في استوديو الاخبار. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير وتحياتي لكل المشاهدين. شرفنا بكل تأكيد يا فندم. اهلا بيك. العدادات الكودية مرة تانية، المتحدث او رئيس المهندس الحسين الفار نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء بيقول ان الكروت الشحن هتكون متوفرة في فروع الشركات، شركات الكهرباء طبعا، امتى تكون متوفرة لكل المصريين في البقال والشركات المختصة بده في الشارع العادي زي الموبايل عشان نسهل عليهم يا فندم؟ هو بالفعل يمكن استكمالا لما ذكره المهندس حسين الفار وهو نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات توزيع الكهرباء التسع، انه بالفعل العداد الكودي، عايز اقول حاجة بس اوضحها خلال برنامج حضراتكم، هو الفكرة انك بتقول عداد مسبوق الدفع سواء كان كودي او غير كودي، يعني ممكن يكون بتعاقد باسم صاحبه بطريقة شرعية قانونية وممكن يكون كمان يتركب نفس العداد مسبوق الدفع للحالات اللي هي المخالفة، عشان كده بنسميه كودي يعني برقم ليس باسم صاحبه. تمام. توضيح اكتر، بنقول لهذه العدادات مسبوقه الدفع، لنا تجارب سابقه في السنوات السابقه انه بالفعل بيتم برمجتها في السوفت وير على انها لا تنقطع مساء في الفترات المسائيه، لانه حضرتك ازاي بقى تقول للمواطن انه اشحن من شركه الكهرباء وممكن بالليل ما يلاقيش عنده، محتاج طبعا حاجه محترمه من حضرتك.
متبرمج انه ما يقطعش بعد 5 مساء بالفعل. الحاجة التانية كمان الاجازات والعطلات الرسمية. الحاجة الاهم زي سؤال حضرتك عن اليات الشحن، اذا كان حتى الان الشحن بيتم عن طريق القروض اللي بيتم شحنها في مكاتب الكهرباء المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، كل مواطن عارف اقرب مكتب ادارة كهرباء له اللي هو ركب منه العداد. لكن احنا بنقول انه بالفعل برضو اكد ده المهندس الحسيني ان احنا قريبا هيعلن عن الخدمات دي في المكاتب البريد وعن طريق اجهزه التليفون المحمول الموبايل، هيكون في نظم للشحن على الهواء، هيكون في شركات يا فندم موجوده في السوق المصري بتشتغل في عمليات التحصيل والسداد والفواتير وخلافه، فان شاء الله شغالين في ده على كل المحاور، وان شاء الله في الوقت المناسب كل ما تكتمل الخدمه في اختباراتها يعلن عنها للساده المواطنين. طيب دكتور محمد، حضراتكم كوزاره كهرباء الفتره اللي فاتت عودتونا على حاجه وانتوا اللي عودتونا، مش احنا اللي فرضناها عليكم. نعم. عودتونا نعم. على وقت، امتى بالتحديد؟ مش قريبا، امتى بالتحديد ان شاء الله؟ انا الحقيقه ما عنديش يمكن ارقام، ده انا في اجتماع ولما بلغوني زملائنا في الاعداد الحقيقه خرجت طيب. من القاعه عشان ارد على حضرتك. هنتواصل ان شاء الله في لقاءات مره ثانيه مع سيادتك ونجيب مواعيد، لانه بقول على التوازي، لانه ممكن يكون التواصل مع البريد غير التواصل مع الشركات الخاصه غير انه ابلكيشنز بتتم الان تنفيذها، في 3 ابلكيشن دلوقتي بنفذوا واعلنا عنهم موجودين على الموبايلات، في كمان حاجه ثانيه هتضاف عشان شحن الكروت مش كده وبس، ده احنا مش المواطن كمان يروح يشحن من خلال هو تبع شركه في مصر العليا في الصعيد وهو موجود حاليا في اسكندرية، لا هيبقى متاح ان هو يقدر وهو في اسكندرية يشحن عداده اللي موجود في الصعيد، فدي كلها تيسيرات مطلوبة واحنا بنقول ان احنا شغالين فيها وان شاء الله نجيب لحضراتكم المواعيد لكل خدمة فيهم هتدخل امتى ان شاء الله. دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، جزيل الشكر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. نرجع مرة تانية مشاهدينا الكرام للقاء السيد رئيس الوزراء بالسيد اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينضم لي عبر الهاتف. سيادة اللواء اهلا وسهلا بيك، مشرفني في استوديو الاخبار. اهلا بحضرتكم بالسادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم، ايه اللي دار بالظبط في الاجتماع يا فندم استعدادا لشهر رمضان باذن الله؟ والحقيقة السيد رئيس مجلس الوزراء مهتم من فترة طويلة مش من النهاردة بس بمتابعة الأسعار، لدرجة ان احنا بنبعت له متابعة يومية ومتابعة اسبوعية، المتابعة اليومية لسلع معينة والمتابعة الاسبوعية لسلع اخرى، لانه مهتم الحقيقة وبنبعتها له على الايميل الشخصي بتاعه كمان علشان سيادته بيشوفها بنفسه. تمام. والنهاردة كان بيوجه او عايز يتأكد من منهجية اللي احنا بنتبعها في جمع هذه البيانات، ووجه بزيادة بعض السلع الاخرى كمان عشان نبقى مطلع على كل السلع اللي بتهم المواطن، وكمان وجه ايضا ان احنا نجيب الاسعار دي، كنا بنجيب له سلع الاسعار دي من القاهرة فقط، لكن هو سيادته طلب ان احنا نجيب له من كافة المحافظات ومحافظات ممثلة للوجه البحري والوجه القبلي. طب يهمنا في الوقت الحالي يا ست اللواء معرفة سلعة الارز في الضائقة اللي احنا فيها، حالها دلوقتي ايه واسعارها؟ طبعا الارز اللي موجود عند بقالي او بدال التموين موجود ب 4.5 جنيه ومتوفر في حوالي 75% من خلال شهر مايو اللي احنا فيه، يعني 75% من البقالين اللي هم مكلفين بان هم يوفروا السلع التموينيه او متعاقده معاهم وزاره التموين للسلع التموينيه ونقاط السلع التموينيه، الحقيقه الرصد اللي احنا رصدينه في المحافظات بتقول ان 75% من البقالين متوفر عندهم رز ب 4.5 جنيه. طيب ممكن بص يا فندم، هستاذنك يا فندم، سياده اللواء حضرتك بالتاكيد بتقبل النقد والمعلومه، يعني حضرتك شغال في المعلومه في الاساس. طب انا طب كان معايا اول امبارح او من يومين بالظبط نقيب البدالين التموينيين او البقالين التموينيين وقال انه لم يتورد لغايه دلوقتي ليهم رز تمويني، وكان معانا برضو على التليفون المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين قال له الكلام أنا ده. انا للاسف بره المكتب، احنا لما بنقول حاجه معينه انا عندي البقال بتليفونه وبالمحافظه اللي هو موجود فيها مين اللي عنده ومين اللي ما عندوش، فلو تكرمت سيادتك ان بكره في معايا نفس الميعاد انا اكون في مكتبي وعندي البيانات تمام واقول لحضرتك مين البقاله اللي في انهي محافظه اللي احنا رحنا ولقينا عنده ومين اللي رحنا وما لقيناش عنده. بالتاكيد انا اتواصل مع حضرتك يا فندم لانه امر بيهم كل المصريين حاليا وانا مقدر بالتاكيد. ده الرز اللي هو
اللي متوفر عند البقالي التموين. لكن الحقيقة الرز اللي موجود في اللي غير كده يعني اللي بتباع في السوق, بره ممكن يوصل ل 6 جنيه ونص و 6 جنيه و 5 جنيه ونص على حسب المحافظة اللي هو بتباع فيها وعلى حسب نوعه كمان. أرقى الأنواع هي اللي وصلت لغاية 6 ونص و 7 جنيه. 6 ونص و 7 جنيه و 8 جنيه كمان يا فندم. الحقيقة احنا لم نرصد السبعة 8 جنيه دي لكن رصدنا 7 جنيه. انا بقول لحضرتك في بعض المناطق بيوصل ل8 جنيه. اتمنى بالتاكيد تدخل من الدوله علشان الرقابه الاكثر على الحقيقة اللي بيستغلوا هذا الامر. كان في اجتماع الخميس القبل الماضي للسيد رئيس الوزراء مع كل اطراف المنظومه وخاصه الرز, وسيادته وجه في هذا التوقيت ان احنا نستورد 80,000 طن. كانت السلعه التمنيه عايزه نص تستورد نص بس, لكن هو وجه ان احنا نضاعف كميه علشان التجار اللي عندهم رز تخينه وتتنيه تطلع عشان يبقوا اعلى, يعرفوا ان هم الكلام ده مش هينفع والدوله هتوفر رز مستورد علشان مش هنروح للمنطقه اللي نخليهم ايه الجشع ده يحقق. يا مسهل, جزيل الشكر يا فندم. واسمح لي ان اتواصل مع حضرتك بكره باذن الله في نفس الموعد. السيد اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء, بشكرك يا فندم, شكرا جزيلا. طيب نروح للأراضي المحتلة. رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد النهاردة رفضه للمشروع الفرنسي لإحياء جهود السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين, واقترح بدل ده لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبينه في باريس. نتنياهو قال أثناء لقائه برئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز, قال إن المفاوضات الثنائية هي الطريق الوحيد للمضي قدما في مفاوضات السلام. واقترح رئيس وزراء دولة الاحتلال على رئيس وزراء فرنسا فالز, اقترح مبادرة فرنسية مختلفة إنها تكون على شكل محادثات ثنائية في باريس. فرنسا كانت اقترحت عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق جهود السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد تعثرها من أكثر من عام. طيب على هذا الخبر بينضم لي يا سيد الدكتور نبيل ابو ردينه, مفوض العلاقات الخارجيه لحركه فتح. دكتور نبيل اهلا وسهلا بيك معنا في استوديو الاخبار. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شايف ازاي طرح رئيس وزراء اسرائيل النهارده ورفضه للمبادره الفرنسيه؟ ما هو هذا التلاعب الاسرائيلي والابتزاز الاسرائيلي لا يتوقف اطلاقا. في البدايه قالت اسرائيل انها لا تؤيد اي مؤتمر دولي, وانما هي ترى ان الطريقه الوحيده هي التفاوض المباشر بدون شروط مسبقه, اي تعالوا عندي في تل ابيب وبدون التمسك بقواعد الامم المتحده او المرجعيه الدوليه او اتفاق اوسلو ونشوف هنعمل ايه. يعني احنا مضى علينا 24 سنة نتفاوض مباشرة منذ أوسلو ولم ينتج عنه إلا مضاعفة أعداد المستوطنين 4 أضعاف وسرقة أرضنا ومائنا. فلذلك احنا قبلنا المشروع الفرنسي لأنه يطرح إطار دولي. فبالتالي بدأت إسرائيل في ابتزاز فرنسا. يعني إذا أنتوا لم تعودوا تتكلموا عن اعتراف دولة فلسطينية, إذا أنتوا طب رأيكم يا فندم في اللقاءات الثنائية اللي بيقترحها نتنياهو في فرنسا ما بين طبعا الرئيس الفلسطيني وبينه؟ دي اللعبة, انه انا مصمم على فكرة انه المفاوضات لا تتم الا ما بيني وبين الفلسطينيين مباشرة من غير اي اطار دولي, لكن عشان ارضيكم انا مستعد اعمل اللقاء الثنائي ده في باريس عندكم. يعني كأنه المسألة هي مسألة المكان كان هيبقى فين. هي القصة كلها انه اسرائيل لا تريد اطار دولي ولا نعم. تريد مرجعية دولية ولا تريد ضغط من احد. وبالتالي اللعبة انا في رأيي مضحكة, لانه يعني انا قلت لكم من الاول انا رافض, لكن عشان ارضيكم انا مستعد اعمل الاتفاق. اذن هي لعبة مضحكة كما وصفتها. دكتور نبيلة بوردينة مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح, بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. وكمان الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة دي. تحياتي كمان ماضي في امان الله.